كل شيء. عودي معكم للمتابعة طبعا من الجامعات العريقة في لبنان، الجامعة العربية المفتوحة. اليوم حديثنا رح بيكون عن هالمستوى، ورح نشرح أكثر عن الشهادة المهمة يلي بتعطيها هالجامعة لكل الطلاب. وطبعا ضيفتنا رح بتكون بروفيسور فيروز سركيس، رئيسة الجامعة العربية المفتوحة في لبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني يعطيك ألف عافية، أول رئيسي للجامعة، عمر الجامعة 16 سنة من النجاحات الكبيرة، ومن الشباب والصبايا من لبنان والعالم العربي اللي انتشروا على مراكز كتير مهمة بشركات محلية عربية وعالمية أيضا. شهادة تمنح من لبنان وخارج لبنان، من بريطانيا كمان، بمساعدة الجامعة. كل هالأمور بنحب نحكي عنها، بس بالبداية اللي ما بيعرف الاختصاصات الموجودة عندكم، خلينا نمرق مرور الكرام ونعرف عن الجامعة وعمرها واختصاصاتها قبل ما ننقل للتفاصيل التانية. الجامعة العربية المفتوحة بالأساسي هدفها كانت تساعد الشباب العربي، نعم، من ضمنهم لبنان طبعا، أن ياخدوا شهادة بمستوى جيد جدا وبكل فيه هي بتتحملها. نعم. مشان هيك وقت اللي اختارت الاختصاصات والكليات اختارت الشيء يلي بحاجة له سوق العمل. نعم. اختارت اللي بحاجة له سوق العمل. يعني مشان هيك نحن ما عندنا اختصاصات الواحد بيتخرج وبيقعد بالصالون فيها. نعم. مشان هيك عندنا البزنس وكل شيء بيتعلق بالإدارة الأعمال والاقتصاد، كل شيء بيتعلق فيهم من ماركتينج وفاينانس وشو اسمه اكاونتينج ومانجمنت وسيستمز الى اخره، فهذا كله موجود عندنا. بالاي تي عندنا كمان بالاي تي كل الاختصاصات اللي لها علاقه بالنتوركينج، بالكمبيوتينج، كمبيوتينج وذ بزنس، ويب ديفلوبمنت. وعندنا شيء نحن اول جامعه فعلا نبتدي فيه على مستوى الاندر جراجويت. عندنا سكيورتي على مستوى الجراجويت، عندنا سكيورتي اند فورنزكس. سكيورتي اند فورنزكس هي التحقيقات الجنائيه بالانترنت، وهذا نعم. اول اختصاص صحيح. ونحن عندنا اتفاقيه مع مديريه الامن الداخلي وفرع المعلومات، نحن وياهم عندنا اتفاقيه حتى نعمل الابحاث نحن وياهم ونشوف كيف نحن نقدر نساعد بهالاطار، لانه هذا نيو ترند، هذا مطلوب جدا. مش موجود. نحن اول جامعه بتفتحه. نحن اول جامعه بتفتحه. نعم. مشان هيك انا قلت نحن دائما بنطلع شو الحاجه بسوق العمل، وعلى اساسها من بتدخلوا اختصاصات جديدة. نعم. فهيدا بالاي تي. عندنا كمان اللغه الانجليزيه والاداب، وعندنا الترجمه، عندنا المالتي ميديا اند جرافيك ديزاين تكنولوجي، بتختلف عن الجرافيك ديزاين العادي. صحيح. وعندنا الكترونيك ميديا هلا. الاعلام الالكتروني كمان هلا عندنا بالاعلام الالكتروني. في عندنا كمان السوشيال ميديا. هلا عندنا دبلومه بالسوشيال ميديا، عندنا بالتربيه، عندنا التعليم الابتدائي، وعندنا صعوبات التعلم. سو في عندنا مروحه كبيره من الاختصاصات اللي بحاجه لها سوق العمل. انا شخصيا بعرف يعني الجامعه وبعرف معلومات عنها وبعرف الدكاتره المهمين يلي بيحاضروا بهالجامعه واللي بيعطوا كمان صفوف، بس وقتها بدنا نضيف اختصاص جديد مثل ما حضرتك هلا ذكرتي اللي هي الالكترونيك ميديا، السوشيال ميديا، التخصص القانون، فورنزكس، هول القصص اللي عم تحكي عنهم، كيف بتركبي الدكاتره والاختصاصات والمواد اللي لازم تتاخذ للحصول على هالشهاده بجامعتكم؟ نحن مثل ما هو معروف نحن عندنا اتفاقيه شراكه مع البريتش اوبن يونيفرسيتي. نعم. وكل برامجنا هي من عندهم. فنحن وقت اللي بنشوف شو حاجتنا بنعمل دراسه لسوق العمل، شو هي الحاجه. نعم. بعدين بنتواصل معهم لشوف هن شو عندهم برامج تتماشى معنا مع حاجتنا، وعلى هالاساس بنتفق نحن وياهم انه ناخذ البرنامج، واذا بده تعديلات بنتفق نحن وياهم على التعديلات اللي بتناسبنا. حتى في دكاتره بتجي من بريطانيا لعندكم؟ طبعا نحن الاساتذه عندنا هذا جزء من الاتفاقيه، انه في نوع من التدريب تدريب للاساتذه، وعندنا اللي بيقولوا الكواليتي اشورنس، هيدي اللي دائما في نوع من الاشراف على جوده التعليم. نعم. نحن كنا اول جامعه بتاخذ الاعتماد بلبنان سنة 2003، الاعتماد الخارجي. والاعتماد هو يمكن الناس ما بتعرف شو معنى الاعتماد، الناس بتسمع كلمة ايزو. صحيح. ايزو للشركات، صحيح، انه الشركة عندها منتجاتها كويسة وهيك شيء. بالنسبة للجامعات هي الاكريديتيشن. اكريديتيشن هي بتعطيك شهادة بتقول مثلا بحالتنا نحن انه التعليم العالي في الجامعة العربية المفتوحة في لبنان هو بمستوى التعليم العالي في الجامعات البريطانية. نعم.
يعني عندها تميز عن باقي الجامعات بالزبط. طب هذا شيء منتشر، يعني لازم الطالب واهل الطالب يتعرفوا على المميزات اللي عندها اياها الجامعه العربيه المفتوحه اكثر واكثر، لانه انا اذا قاعد ببيتي الاسم اللي كنت اسمعه قبل بروح عليه، الجامعه اللي كنت اعرف عنها بروح عليها، مثل المدارس واصحابك مثل اي شيء ثاني. مرات عندك نعم. تاثير الصحبه، الصحبه اللي بأثر علينا تاثير نعم. الصحبه له كثير تاثير، ومرات الشباب بيروحوا مرات لانه بينبسطوا بهالجامعه، مرات ما بيكون عندهم هم، انه ما بيفكروا الحقيقه انه هيدي هالجامعه هي اللي بدها تهيئهم للمستقبل، بهم احيانا ياخذوا شهاده. نعم. وهيدي شغله بعتقد لازم يكون في نوع من الوعي عند الاهل، انه الشهاده هي باسبور لنجاحه بحياته. نعم. فمش مجرد شهاده ويحطها ويعلقها بالبيت ويصير يبرم على هالمؤسسات تيشتغل، واخر شيء بيحطوا وقت اللي بيشوفوا مثلا من اي جامعه مخرج شو نوع المستوى اللي هو تعلم، بصير يعطوا شغله هامشيه يشتغل فيها، او بيضطر يطلع لبرا ويشتغل كمان شغله هامشيه، لانه بالنتيجه اذا هو منه مسلح بالمعلومات وبالمعرفة اللي لازم يكون بيعرفها حتى يقدر يشتغل على مستوى جيد، رح يبين انه هو مش بالمستوى المطلوب. طيب بروفيسور فيروز، يعني وقت نحكي شهادة من بريطانيا اكيد مكلفة لو كان في اتفاقية مع الجامعة، صحيح. ولكن كله بدور هيدي سنة الحياة اللي بقوله، هالشهادة المكلفة اللي الطالب عم بدفع، مثل ما بنعرف انه اقساطكم مقبولة بجامعة العربية المفتوحة، عم بدفع شهادة من بريطانيا، كيف بيتم الحصول عليها؟ هل في مساعدات معينه؟ هل في جهات تعنى بالطالب او بتساعده او بتوقف حده، او حضرتكم كجامعه انتم المتكفلين بهالموضوع؟ اللي حضرتك قلته انه نحن كجامعه تعتبر جامعه فريده بهذا الاطار، فريده جدا. يعني انا فعلا وقت ما بعطيش هذه من بريطانيا، الكلفه اللي بدك تدفعها للجامعه ببريطانيا، انك عم تاخذ انت برنامج وعم تاخذ كتبه، نحن بناخذ الكتب كمان. يعني الكتب بيجوا من بريطانيا مثل ما هن، مش نحن اللي من يعني مش موجودين بالسوق، فنحن بناخذ كل شيء من عندهم، هيدا مكلف جدا علينا. نعم. والتدريب والاعتماد، كل هيدي قضايا فيها كلفه عاليه، نحن حد ادنى بكلفنا 250 دولار بالكريدت، نحن ما بناخذ منه اكثر، الحد الاقصى ب 73 دولار الكريدت. يعني 73 دولار. يعني المعدل، لان في بعد الكريدتس بال 60. نعم. اللوكال اللي نحن القصص مثلا اللغه الانجليزيه اللي بياخذها بالاول تيت او رخيصه، ارخص من هيك بال 50 كمان، وهذيك بصيروا اعلى بال 70، بس كمعدل بيطلع بشيء ب 73. بس هي كلفته ما يقارب 250 دولار الكريدت. هي الكلفه الحقيقيه هالقد، نحن بناخذ ثلثه. نعم. اقل من ثلثه كمان. طب الباقي كل هي اللي بسكر العجز، هو برنامج الخليج للتنميه الاك فند. نعم. الاك فند هو صندوق هدفه بس التنميه بالعالم العربي. قد ايه بتستوعب كل مشاريعه تنمويه؟ قد ايه بتستوعب جامعتكم طلاب؟ نحن حاليا عندنا عدد لا باس فيه، يعني 3000 طالب هلا، بس نحن هلا عم نفتح فروع. نعم. بمحلات مختلفه، وراح يكون عندنا كمان مبنى جامعي ان شاء الله قريبا جدا، مبنى جامعي كبير. بس نحن فاتحين بانتلياس بطرابلس هلا، باي لحظه منتظرين انه والاساسي بالطيوني. يعني الاساسي على الطيوني بدأ، على الطيوني بنعرفه. ايه؟ الجامعه. ايه هيدا الاساسي. هلا صار عندكم فرع ثاني بانتلياس؟ انا فرع ثاني بانتلياس، واحد بطرابلس البنا كله موجود وحاضر بطرابلس وبالبقاع. نعم. بكسارة حاضرين المباني، بروفيسور حاضرين الترخيص. انا بدي استغل وجودك معي اليوم كرئيسي للجامعه، وبنعرف قد ايه في عذاب عند الطلاب بفرق بين المواد يلي بيتعلموها داخل الجامعه وحياه العمليه، وهالفرق كثير كبير بيكون. قديش عم تشتغلوا على هالموضوع ضمن الجامعه العربيه المفتوحه؟ اول شيء اللي بيعرف البرنامج البريطاني، طبيعه البرنامج البريطاني التطبيقيه. سو نحن طبيعه البرنامج تبعنا، لو اخذت البزنس انا. نعم. البزنس جزء الكبير من البرنامج قايم على اللي بيقولوا له كيس ستاديز، دراسة حالات. وقت بتحكي بدراسة حالات يعني عم تاخذ من السوق انت وبتطبق. نفس الشيء بالكمبيوتر كمان، شو في اشياء جديده بالسوق لازم نحن نخلي الطالب يطلع عليها، وبالمختبرات يتمرن عليها الى اخره. فالبرنامج البريطاني طبيعته فيها تطبيق لسوق العمل. قد ايه بتهتموا بحياه
الطالب الاجتماعي وال يعني الامور الاخرى، يعني قد ايه تتدخلوا بحياه الطالب؟ هل معروف انه بالجامعات اوقات بيمترك الطالب على حريته، ولكن في متابعه لكل طالب؟ عندكم 3000 طالب من قبل الاداره، من قبل الجامعه؟ يمكن في شيء لو هلا انعمل نوع من الاستفتاء، نعم، رح يطلع طلاب الجامعة العربية المفتوحة يقولوا انه نحن اكثر جامعة تهتم بطلابها، لانه نحن التركيز عندنا هو على المتعلم الطالب. مشان هيك نحن الطالب عاد عن انه بنشرح له بالصف، في نحن الاستاذ عندنا الاوفيس اورز هالقد بنعتبرها مثل الصف، حتى الطالب اذا عنده اي مشاكل يجي يسال الاستاذ. نعم. وما بس انه بيقعد بالمكتب، كمان مجبور يجاوب الطالب في فورم لكل كورس، في عندنا فورم يقدروا يتواصلوا الطلاب مع بعضهم، يتواصلوا مع الاستاذ. هيدا من الناحيه الاكاديميه. فالمساعده للطالب نحن في ملاحقه يوميه ومتابعه يوميه. نحن اذا غاب نعم بصير، اذا غاب اكثر من مره بصير اتصال فيه. نعم. وبينقال له اذا انت كنت مضطر تغيب شرف عن استاذك. في رح تبين للاهل هون كمان. لا نحن بنتصل فيه، لا ايه رح تبين للاهل انه هو كمان بالضبط. نعم. نحن بنتصل فيه، بس انه مرات يعني في بعض الطلاب اللي بتفل مرات ما بتعرفش ترد. نعم. بروفيسور فيروز تحب تقولي شيء بختام حديثنا يعني بس لتجي لمعرفه اكثر الجامعه العربيه المفتوحه ومميزاتها ويعني اختلافها عن باقي الجامعات؟ إلا من حيث الاختلاف. نعم. إنه نحن جودة التعليم عندنا هي أساس. نعم. ونحن كنا أول جامعة بتاخذ الاعتماد، عندنا كل برامجنا هي من مأخوذة من برا. الشيء الآخر اللي نحن مع كل اللي بنقدمه للطالب، مع كل كلفتنا العالية، نحن بنفس الوقت بندعمه. نعم. مادياً بدفعش 30% فقط من قسط الجامعي، من قسط الجامعي، بس بنفس الوقت نحن على فكرة في عنا نشاطات، يعني مش إنه بس بتعلموا بروحه. نعم. في عنا نشاط طلابي، مؤخراً كان في مسرحية أخذت ضجة منيح، إذا كانوا من عنا ما عنا اختصاص مسرح، بس نحن عنا دراما كلاب. أوكي. عندنا نادي الدراما كثير، نادي الدراما ونادي الموسيقى، عندنا كمان الرياضة. نعم. عندنا للرياضة، عندنا لكل القضايا اللي الطلاب بحبوا يعملوها دغري بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم وحاضرين، نحن ندعمكم بكل شيء. أنا بدي أتشكرك بروفيسور فيروز تركيس رئيس جامعة العربية المفتوحة. أنا بدعيكم كمان تعرفوا أكثر وأكثر على الجامعة من خلال الويب سايت، من خلال طبعا فيكم تفتحوا الجوجل أند جوجلت وبتعرفوا أكثر معلومات عن هالجامعة اللي شهادتها من بريطانيا فيكون معترف فيها. إذا هذه هينة www.au.edu مثل كل الجامعات. .lb يعني. نعم. هينة كثير الويب سايت إنه الواحد يطلع عليه. بريك ونرجع.